أخ سأل الشيخ عصام بيسأل على مسألة الولاء والبراء، يعني بيقول هل موالاة الاحتلال ضد أهل غزة يعتبر خروج من الملة، وما حكم بعض الحكام في فعلهم هذا الأمر؟ جمهور العلماء على أن من والى عدوا من أعداء الإسلام على أهل الإسلام فقد برئت منه ذمة الإسلام. ده مش فتوى عصمت اللي مدى فتوى الأزهر والعلماء، فتوى الشيخ عبد المجيد سليم سنة 46، وفتوى دار الإفتاء دار الفتوى لجنة الفتوى في الخمسينيات، ودار الإفتاء نفس الحالة، والأزهر في مؤتمراته أن من أعان عدوا على أهل فلسطين تحديدا أو على مسلم، فمنهم من قال أنه هو في هذه الحالة يأخذ حكم الردة، ومنهم من قال أنه لا يدفن في مقابر المسلمين ويتفرق بينه وبين زوجه، ومنهم من رأى أنه هو يعني خان الله ورسوله في هذا الحكم. وده ورد في مؤتمرين للأزهر في مجمع البحوث سنة 68 وسنة 72، 68 في مؤتمر برعاية جمال عبد الناصر، و72 مؤتمر برعاية محمد أنور السادات، كلاهما كان من حكام مصر في وجود 172 من علماء الأمة الإسلامية. فإعانة غير المسلم، وهناك من يرى أن لا المسألة تعتمد، ده يبقى كبيرة من الكبائر لا تصل بالردة إلا إذا قصد بذلك المعاونة كدين على دين، مسألة دينية وليس التعاطف أو الأمر وإن كان لك المسألة شديدة وليست هينة. طب إذا فعل ذلك أحد من الحكام يسري على الحكام ما يسري على الأفراد، لأنه في النهاية بشر يحاسب ويحاكم ويلقى الله بما يفعل، وعلى الأمة أن تمنعه من هذا الأمر بكل وسيلة مشروعة.